وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الدرون غادي تبقى تصنع هنا في المغرب. وانا هذا يا عباد الله، رسميا تم الاتفاق ما بين المغرب واسرائيل بانشاء وحده صناعيه لصناعه الدرون هنا بالمغرب، وهذا الشيء اللي كيخلع المقاطعه الفرنسيه اللي في جنبنا، وكيخلع اسبانيا اللي محتله الجزر المغربيه والمدينتين المحتلتين سبته ومليليه. الدرون احنا شفنا التاثير ديالها والخدمه اللي كدير في المنطقه العازله اللي تخليها كتشويه، وهذا كيزيد يعطي قوه اضافيه للمغرب واللي صنفته المانيا بانه قوه صاعده في المنطقه. غادي نشوفوا التحليل ديال واحد من جبهه البوليزيرو، قال سكيبكي وكيشكي وكيقول لهم بان المغرب غادي يولي يصنع الدرون وما غادي يخلينا ناكلوا معاه والو في المنطقه العازله. خليكم مع هذا الفيديو، نتمنى تفعلوا معاه بشكل كبير. ما تنساوش تدعمونا بلايك، الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما، وشكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا. من بين بنود اتفاق إسرائيل والمغرب لإنشاء مصنعين متخصصين في صناعة الطائرات المسيرة الحربية، أحدهما سيتم إنشاؤه في شمال شرق وجنوب المغرب. أضافت المصادر أن المسيرات التي سيتم تصنيعها في المغرب سيتم التركيز فيها على خاصيتي الهجوم والمراقبة لجمع المعطيات عن بعد، مشيرة إلى أن اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين إسرائيل والمغرب لن ينحصر في هذين المصنعين فقط. وللحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم إلي هنا في الاستوديو الأستاذ الصحفي في 24 نيوز سعيد العفاسي. مرحبا بك أستاذ سعيد. إذا يعني هل تأكد هذا النبأ مغربيا؟ أولا لحد الآن المغرب لم يبدي رأيا في هذا الموضوع، لكن ضمن الاتفاقيات الموقعة ما بين إسرائيل والمغرب وبحضور وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانس والوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع عبد اللطيف الوديي، تمت عدة توقيعات وتخص الأنظمة التكنولوجية وأنظمة السلاح المتطورة بما فيها الطائرات المسيرة، وتم الحديث على إنشاء محطة أو موقع في منطقة شمال المغرب تبعد ب 78 كيلومتر عن مدينة مليليا وب 180 كيلومتر عن مدينة وهران، معنى أن كل من إسبانيا والجزائر يفكران في أن هذا الأمر هو المقصود به البلدين، غير أن المغرب يهدف من وراء هذا الأمر هو تشجيع الصناعة العسكرية داخل المغرب والاستثمار في هذا الجانب، وبيع هذه الطائرات ليس حكرا على المغرب وإنما بتعاون مع إسرائيل لباقي الدول الأخرى. هذه العملية كما قلت أن الطائرة المسيرة هدفها هو المراقبة وجمع المعطيات وضرب وقصف بعض المواقع التي يشك المغرب في أنها محاولة هجوم أو محاولة دخول، أو كما تم اليوم في الصحراء المغربية حيث الجيش المغربي ضرب قصف مركبة كانت تحاول الاقتراب من الجدار العازل. نعم، يعني تفضلت بالذكر أنه لا تأكيد رسمي حتى الآن من الطرف الرسمي المغربي، ولكن لماذا نستبعد مثل هذا الأمر؟ يعني وزير الأمن الإسرائيلي برفقة ضباط كبار زاروا الرباط مؤخرا ويعني أجروا العديد من المحادثات، فلماذا يكون مثل هذا الإنشاء لهذين المصنعين مستبعدا في هذه المرحلة أو يعني بعيد عن التأكيد؟ أنا لا أستبعده، أنا أقول بأن المصنعين سيكونان في المغرب في شمال شرق المغرب وفي الجنوب المغربي بالضبط في الصحراء. هذا الأمر مؤكد منه، لكن من ناحية وزارة الخارجية هي تلتزم نوعا من التراتبية ونوعا من التردد ولا تصدر الكلام على عوانينه، وإنما عندما يأتي المصدر موثوق ويتم ترصيف الأماكن التي سيتم إنشاء هذا المصنعين سيتم الإعلان عنها بكل جراءة وبكل طمأنينة، لأن المغرب عندما وقع اتفاقية لم يوقعها سرا ولم يوقعها خباءة، وإنما أعلنها جهرة وقال بأنه سيستأنف العلاقات المغربية الإسرائيلية، وفي هذا الاستئناف معناه تتضمن مجموعة من القضايا الاقتصادية التجارية السياحية الرياضية الثقافية من ضمنها العسكرية. لما لا؟ لأن المغرب في حاجة إلى تطوير أنظمته التكنولوجية والعسكرية، لأنه يفتقر لمثل هكذا أسلحة التي بدأت تظهر متطورة في هذه الجزئية. نسأل
هل الرباط معنية فعلا بتوطيد العلاقات خصوصا العسكرية والأمنية مع الجانب الإسرائيلي، أم أنها تحاول تمرير رسائل وتلويح رسائل لخصومها بالتحديد؟ المغرب لا يستهدف أحدا من خلال تطوير منظومته العسكرية. المغرب يطور جيشه، يطور منظومته العسكرية، يحاول أن يمتلك خبرات لدول لها ريادة في هذا الشأن، ويجب أن نعترف بأن إسرائيل لها ريادة في هذا الأمر، وبالتالي لا حرج في أن يستعين المغرب بهذه الخبرات من أجل ضبط آلياته العسكرية، وليقول لمن سولت له نفسه بأن المغرب له حظوة في هذا الجانب، وسوف يعمل بكل شفافية من أجل إقحام المغرب في هذه المنظومة الاستراتيجية أو الثنائية ما بين الجزائر وما بين إسبانيا. ونحن نعرف بأن هناك توترات مخفية ما بين إسبانيا والمغرب، يحاولان معا أن يدمرانها، لأن المغرب، لأن إسبانيا متدمرة من مزارع السمك التي أنشأها المغرب في منطقة الجزر الجعفرية، ونددت بهذا الأمر وأنزلت جزءا من جيشها في مدينة ملليلة لمراقبة ما يمكن أن يعمله المغرب. إذن يعني نحن الآن في طور التأكيد ربما المغربي أو الإسرائيلي الذي سيصدر في الآونة القريبة. أتحول في ذات السياق إلى الناشط السياسي طالب علي سالم، يتحول وينضم إلي عبر خدمة سكايب. مساء الخير أستاذ طالب علي سالم. إذا يعني سياسة جبهة البوليساريو هي ربما من تدفع المغرب لحماية أمنه ومصالحه إن صحت الأنباء الأخيرة، ما الذي من الممكن أن نتوقع من الجبهة ومقاتليها في هذه المرحلة؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. في البداية أعتقد أن كل هذه الصفقات المتسارعة من طرف المغرب مع إسرائيل هي فقط عناوين إعلامية أكثر مما هي صفقات ملموسة ذات طابع ملموس على الأرض. فالمغرب وكذلك إسرائيل فشلوا في الوصول إلى أهداف اتفاقية إبراهيم، فالقضية الفلسطينية كما نرى ما زالت على ما هي عليه. وفي اتجاه آخر، المغرب لم يحصل على الموعود من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وهو السيادة على الصحراء الغربية. فالمغرب وإسرائيل فشلوا في اتفاقية على ما أظن ولدت ميتة، والدليل على ذلك هو أن هذا النوع من الاتفاقيات العسكرية والأمنية من العادة هو يجرى في سرية تامة ولا يتم الإعلان عنه إلا بعد تطبيقه. ولكن كيف من الممكن أن نحكم بالفشل على اتفاقية ولا نسمع عن افتتاح وعن إنشاء مصانع أسلحة وتطوير العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين؟ كيف نحكم على الاتفاقية بالفشل؟ الاتفاقية، النقطة الأولى من هذه الاتفاقية التي جريت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والمغرب، وهو التطبيع مقابل الشرعية على الصحراء الغربية، لم يجري. فالصحراء الغربية لا زالت تعتبر آخر مستعمرة في إفريقيا، الاتحاد الإفريقي لا زال يعترف بالجمهورية الصحراوية، والقضية ما لا زالت على ما هي عليه. فالبوليزاريو لا زالت تكافح كفاحا مسلحا ضد القوات الملكية المغربية على طول الجدار العازل. فمتى غير ما أتت به هذه الاتفاقية؟ على ما أظن الرسالة الوحيدة التي تحاول المغرب اليوم إرسالها هو أنه سيتم إذا يعني وصل المغرب إلى هذا الهدف، وهو إنشاء مصنع للسلاح مشترك بين إسرائيل والمملكة المغربية، هو أنه على الأراضي المغربية سيصنع أسلحة ستستعمل ضد الشعب الفلسطيني، ولا أظن أن الشعب المغربي سيقبل. يعني أستاذ طالب علي سالم، أستغل وجودك كذلك معنا. هنالك تبادل الاتهامات حول دور إيراني في الجزائر وداعم للجبهة، كيف تعقبون على هذا الأمر وهذه الأنباء؟ هذا اتهام يعني قديم جديد. فالمغرب في محاولة تقربه من إسرائيل قبل التطبيع كان يتهم جبهة البوليزاريو بالتحالف مع إيران وبالتحالف مع حزب الله إلى آخره، لكن كل هذه الاتهامات سقطت مع الوقت، لأنه لا يوجد أي دليل ولا توجد
أي حجة على هذه الاتهامات. فالمغرب اليوم يحاول التقرب ليس فقط من إسرائيل، بل يحاول إنشاء بعد الاتفاقيات ويعني التمكن على يعني الحصول على الأموال من طرف الدول الخليج وخصوصا السعودية، ويحاول بذلك أن يخلط الأمور متهما جبهة البوليزاري ومتهما الجزائر بحقات ومبادلات عسكرية مع إيران. لكن واضح للجميع أن لا أساس لكل هذه الاتهامات المغربية. الناشط السياسي الطالب علي سالم، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث وهذه الإفادة. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلوا من جديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.